مشاهدينا السلام عليكم. فهذا البث المباشر كما كتشوفوا به الصوره، هذه شاحنه عملاقه لمحمله بالتوفنه بواحد الكميه كثيره وكثيره بزاف، واللي انقلبت قبل قليل. واصحاب هذه الشاحنه هذه تم نقلهم على عجل للمستشفى الاقليمي مولاي عبد الله بمدينه المحمديه من اجل تلقي العلاجات، وكنتمنوا لهم الشفاء. اذا انتم كما كتشوفوا بالصوره رجال الامن مشكورين كيحاولوا انهم ييسروا الطريق، لانه صراحه هذا المداره هذه ديال الحي الصناعي والمدخل ديال مدينه المحمديه من طريق السيار كتكون بلوكيه بزاف، كيكون على واحد الضغط. اذا انتم كما كتشوفوا بالصوره مشاهدينا الكرام محاولات ديال رجال الامن وايضا سياره الديباناج اللي كيحاولوا يقوموا بالعمليه ديال الوضع ديال هذه الشاحنه، الوضع الطبيعي ديالها. بطبيعه الحال هادشي ماشي سهل ولكن ماشي مستحيل، بطبيعه الحال ماشي صعيب بزاف. اذا انتم كما كتشوفوا الحاله الطرقيه، الحاله الطرقيه الان الطريق مبلوكيه بزاف. اذا بقاو معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشره من مدخل مدينه المحمديه وبجوار مدخل الحي الصناعي. شاحنه كبيره اللي انقلبت الان، هانتوما غادي تشوفوا معنا الطريقه اللي غادي يقوموا بها سياره الديباناج بالوضع الطبيعي ديالها. اذا المشاهدين كما كتشوفوا الان بالصوره عبر قناتكم باليوتيوب ميديا بريس، كما كتشوفوا بالصوره سياره الديباناج كتقوم بواحد المجهودات كبيره باش ترجع الشاحنه للوضع الطبيعي ديالها وسط حضور امني قوي كما كتشوفوا الان بالصوره. نحاولوا نزوموا لكم وتشوفوا عندهم كما كتشوفوا بالصوره عناصر امنيه كبيره اللي هي اصلا دائما كتكون متواجده في هذه المداره هذه، لانه ولا على واحد الضغط كبير. الطريق راه تبلوكات كما كتشوفوا الان بالصوره. اذا نعاودوا نقولوا للمواطنين اللي غاديين لمدينه الدار البيضاء عبر الطريق الساحلي حاولوا ما يدوزوش من هذه الطريقه هذه ديال المصباحيات، والناس اللي غاديين للدار البيضاء او غاديين للرباط على المستوى ديال المصباحيات والاندلس والحي الصناعي يحاولوا يتفادوا هذه الطريق هذه ويمشي مع الطريق الوطنيه او الطريق ديال الشلالات. اذا هانتوما كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام طريق عمرات دابا بزاف. الكل كيقوم بواحد المجهودات باش يخطوا الطريق باش يرجعوا هاد الشاحنه للوضع الطبيعي ديالها. اذا بقاو معنا مشاهدينا الكرام غادي ناخذوا صوره. شنو سميت هاد الماده؟ بحال ديال الماكله ديال الدجاج وما شنو هي، ما عرفناش هاد الماده هذه، حاولوا تشرحوا لينا شنو هي الله يخليكم باش محمل هاد الشاحنه هذه. غادي نوريكم اصحاب الشاحنه هذه اللي تم نقلهم قبل قليل الى المستشفى بمدينه المحمديه. الصورة شاحنة اللي تقلبات بواحد الشكل غريب بشكل مفاجئ بطبيعة الحال، واحد المكان استراتيجي في المدخل ديال الحي الصناعي ديال مدينة المحمدية. يا
اذا المشاهدين كما كتشوفوا في الصوره هذا الموكد اللي كان محمل بعد اسبابه ما بقاتش هي هذه العجله يعني